أما فقرتنا الطبية رشا هي فقرة تجميلية صحية طبية مثل ما منقول. يمكن اليوم حنجاوب على كثير من الأسئلة اللي الصبايا أو حتى الشباب دائما بيسألوا إنه نحن شو الأفضل، كي أمتى بنلجأ لزراعة الأسنان، أمتى ما بنقدر نزرع أسنان، هذا الشيء هل أعذار ممكن تكون موجودة تمنع زراعة الأسنان أو لا؟ كل هاي الأسئلة حيجاوبنا عنا دكتور الأسنان إبراهيم تركماني وأستاذ في كلية طب الأسنان بجامعة البعثيصة. صباحك دكتور. صباح خير. أهلا وسهلا فيك. صباح خير. أهلا وسهلا فيك. صباح خير سوريا. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. بداية يعني موضوع الزرع هو آخر شيء ممكن نحن نلجأ له إذا كانت البنية خلاص يعني أنه واصلة لمرحلة أنه نحن ما نقدرين بقى نصلح شيء. خلينا أول شيء نوضح أكثر شو هو مفهوم الزرع طبيا. هلأ الخيارات بالمعالجة دائما هي بتصير من قبل طبيب الأسنان، خلينا نوضح هاي النقطة، والقرار بيكون مشترك مع المريض بعد مناقشة الحالة والقرار بطرق العلاجية الممكنة. لكن أحد الوسائل الأولى بالتعويض خلينا نقول ليكن الزرع وليس الأخير، وهذا أمر مهم. مكلف كتير صار هلأ دكتور، هلأ صارت يعني الناس توقف شوي تفكر أكثر قبل ما توصل لهذا القرار. الموضوع يعني خلينا قارن أنا بين أنه أعمل جسر ولا أعمل زرعة، فرح شوف أنه الفرق ما بصير كتير كبير بيناتهم حالة الاقتصادية، وبالتالي المجتمع هلأ بشوف أنه في تنوع بالزرعات بشكل كتير كبير من الناحية الاقتصادية اللي بتسمح لشريحة واسعة من المجتمع انه تدخل بهالعلاج هذا، وهذا موجود ومتوفر بنواحي اقتصادية متنوعة حسب نوع الزرعات. هلا نقول شو هي الزرعة بالضبط؟ فهي الزرعة عبارة عن شكل بسيط بيدخل بالعظم من معدن التيتانيوم. وليش معدن التيتانيوم اختير غير باقي المعادن؟ هو بالواقع بطب الأسنان صارت في محاولات عديدة ومفهوم متنوع لموضوع الزرع لحتى وصلوا لموضوع التيتانيوم، وبالتالي الموضوع اللي التقى بشكل صدفة العالم بريم مارك السويدي يلي هو يعني أقام الدنيا ولم يقعدها كما قالت الصحافي الطبية عنه، إنه هو قدر يشوف عملية التلاحم بين العظم وبين التيتانيوم يلي هي بتصير بشكل بيولوجي آمن ما في له أي مضاعفات، وبالتالي بصير في التحام شديد وجيد بين التيتانيوم وبين العظم. ونحن يعني عملنا بحث بسوريا من أكثر من 10 سنوات ونشر وحكينا بمؤتمرات، وهذا البحث شفنا انه نحن برؤيه علميه التناغم بالبنيه البلوريه بين التيتانيوم وبين العظم هي اللي احد الاسباب بنجاح بناء هالجسور هي والالتصاق بين التيتانيوم والعظم. اذا الموضوع الزرع عالميا ناجح 100% وخيار ممتاز خلينا نقول، وخيار هو الاول انا بعتبره بالموضوع التعويضي. ليش هو الأول يكون خيارنا؟ وأنا بدعي المرضى اللي عندهم قدرات اقتصادية إنه يتوجهوا للزرع، ما نتوجه لموضوع الجسور يعني هي بتستهلك الأسنان المجاورة لمنطقة الدرد منطقة الفقد. عفوا دكتور لو قاطعتك هون، مثل ما قالت رشا السائد والمعروف إنه نحن لما بدنا نتوجه لزراعة الأسنان بدنا كتير مصاري كتير لحتى نقدر نزرع أسنان. ليش هي الفكرة؟ هي صح أو لا؟ هي الموضوع أول شيء الموضوع التكلفة المادية، تكلفة موجودة لكن ما أنا بالشكل الخيالي اللي البعض بتوجه سخيفة من موضوع الزرع. هو موضوع اقتصادي ممكن يكون مقبول لشريحة من المجتمع. ليش؟ لأنه هو ضعف ممكن يكون الجسر، يعني أنا إذا بدي أقول الجسر شو سعره، فإذا بضرب باثنين بلاقي أنه في زرعات منه وفرت بنية مهمة بالأسنان، وبالتالي صار الإمكانية الاقتصادية متاحة. يلي أتيح أكثر أنا بقول أنه الموضوع صار في عنا شركات متنوعة، شركات كبيرة، وهي أنا يعني التشجيع إلى كتير مهم كان من قبل الدولة أنه يكون في عنا كميات كبيرة من الزرع، وكان في إلى شغل كتير. يعني نحن من التسعينات والمؤتمرات بسوريا بطب الأسنان نحكي عن الزرع،
ونشتغل بهالاتجاه. الان يعني اطباء الاسنان بسوريا حقيقه ملمين يعني بشكل جيد بموضوع الزرع ومنتشر بكل تقريبا العيادات طب الاسنان. نعم. وهي احد وسائل العلاج اللي يتقن طبيب الاسنان السوري بشكل جيد ورائع يعني. نعم. ويقدم خدمات جليله بهالموضوع هذا. فالموضوع الزرعات انا ما بشوفها انه يعني ذات قيمة اقتصادية باعتبار أنه في تنوع بالشركات، وبالتالي هالتنوع ضخم جدا يعني. اسمح لكم في كمان تنوع بالجودة لا أو لا؟ الموضوع في نقطة كتير هامة، أنه التنوع يلي بصير هو موت تنوع على حساب الجودة، لأنه الزرعة بتتمتع دائما بأمرين هامين. أول واحد أنه البنية من التيتانيوم النقي البني والمعالج، والنقطة الثانية اللي هي تعقيم الزرعة أنه توصل لفم المريض معقمة. أين تكمن الفروقات بين الشركات؟ تكمن الفروقات أثناء التعويض، يعني بحالات موضوع التعويض ما كل الزرعات بتقدر تكون تاخذ الفرصة بالتعويض الكبيري. هون بنروح على شركات ذات سمعة عالية عندها تنوع ب الأجهزة أو الأدوات اللي بتنحط بالفم بشان تعويض عنها. فهون بصير يعني الحل الاقتصادي بتفرق، أما بشكل عام لا. يعني الموضوع بالشكل العام نحن في عنا حالة عم يصير فيها زرعات ومنعوض، نسبة بسيطة من الناس بحاجة لحالة اقتصادية أعلى لحتى نحط زرعات بطريقة تناسب الحالة اللي عندهم، وهدول من الأشياء القلائل. لكن 90% من المرضى أي زرعة اي شركه بتمشي معهم وما في عندهم مشكله. تمام. وهذا طبعا القرار بقرره الطبيب، يعني الطبيب بيكون عنده رؤيه للوضع الجراحي ورؤيه للوضع التعويضي مع بعض، وبالتالي بيقدر يقدم خدمه للمريض بشكل جيد. وبسوريا حال يعني احنا بدنا نقول انه طب الاسنان بموضوع الزرع اطبائنا كانوا قادرين على الاداء بشكل كثير ممتاز. قبل ما نروح لنحكي هيك عن ميزات الزرع، شو بيميزوا عن الاشياء الثانيه؟ يمكن موضوع الاقتصادي، انتم كاطباء بتنظروا للوضع بشكل طبي، يعني اليوم طب المريض وقت اللي بيلجا لعياده الطبيب فاكيد يعني طبيا حيقول له انه انت بحاجه زرع، فهو الحل يعني برايه الاسلم والاضبط طبيا يعني، ولكن المريض بيكون بنظره هو الحل الاخير عنده يعني، وهذا سببه الاهمال يعني. يعني نحن دائما عم نروح للاسف لحالات اسعافيه، يعني بيكون انه الضرس متاكل، البنيه رايحه، ما في شيء انه يسنو جسر حده يعني، فبنضطر وقتها لعمليات الزرع. دكتور خبرنا هيك شو ميزات اليوم الزرع عن اي شيء ثاني، عن التلبيسات كان زيركون كان جسر؟ انا بدي اقول في حالات نحن مجبرين فيها على الزرعات. تمام. امتى مجبرين على الزرعات؟ وقت بيكون في حدا الاسنان الخلفيه مقلوعه يعني، أو بيكون ما في شيء، أنا بعرف حدا يعني واقع إيه؟ على الأرض ما عنده شيء بالضبط بالأسنان الخلفية ما لها موجودة، هي بحالات الصبايا مثلا، فبتلاقي إنه قالعين أرحاء مثلا وما بيركب إلا جهاز متحرك. صح. وبالتالي يعني الموضوع يلي بيريح نفسيا و بخلي الواحد يروح باتجاه الزرع وما عنده حل غير الزرع بهيك وضع بشكل جيد. أنا بدي أقول قيمة مضافة للزرع، انه الزرعات هن بالتعويض حقيقه بقوه المضغ بيلامسوا بيساووا الاسنان الطبيعيه. طبيعي صح. بينما الاجهزه المتحركه لا، في يعني اضعاف مضاعفه اقل يعني قوه المضغ بالاجهزه المتحركه. وبالتالي انا عم بخدم المريض بقوه المضغ، وهي نقطه كثير هامه. والزرع له وقت، يعني انا كل ما بكر بعمليه الزرع هو بكون انا اخذت نتائج افضل. تمام. ما روح على مريض وقت في تاكل عظم دكتور، بنسمع عن تاكل عظم انه نحن اوقات حالات بيقولوا الدكتور انا ماني قادر ازرع، ما في شيء ازرع عليه، هذا الشيء موجود او لا دكتور؟ هون شو بيكون الحل؟ هلا الموضوع امتى بيكون عندنا مو تاكل، خلينا نقول امتصاص، نحن باللغه الطبيه بنسميها امتصاص العظم. امتصاص العظم من أين يبدأ ومنين إجت هاي القصة تبعت امتصاص العظم؟ إحنا بدنا نعرف شغلة، إنه يلي بحافظ لنا على عظم الفك إن وجود الأسنان. الأسنان إمتى السليمة يلي ما فيها أمراض على الإطلاق، لا نخر ولا في الأربطة حول السنية مصابي، وبالتالي بكون العظم محافظ عليه من قبل الأسنان.
إمتى بتبدأ المشكلة؟ يا أما بيكون في عنا نسج ملتهبة أو نخور معمقة، أو بيكون في عنا قلع الأسنان. مجرد أنه قلعنا الأسنان ببلش عملية الامتصاص بالعظم تستمر. والسؤال، هل يستمر هذا الامتصاص مدى الحياة؟ طبعا يستمر هذا الامتصاص مدى الحياة. وبالتالي هذا الموضوع بقودنا لأنه نحن التعويض المتحرك هو المحافظة على بنية هذا العظم الجيد. يعني أنا تعويض متحرك جيد وليس سيء، لأنه إذا كان في تعويض سيء رح يكون في عندي مشكلة طبعاً بالامتصاص شديدة. خليني أروح على موضوع أنه هالامتصاص لحتى ما يصير لازم أنا يكون في عندي محافظة على الأسنان بشكل جيد من أي مرض، وبالتالي إذا قلعت فلازم أعوض مباشرة. أفضل شيء مثل ما قلنا الزرع، بعدين التيجان والجسور، بعدين في عندي الأجهزة المتحركة. فإذا الموضوع بالتعويض عندي في مهم جدا أنه بحافظ على العظم، لأنه هذا الامتصاص مستمر، هذا شيء فيزيولوجي. وبالتالي إذا أنا المحافظة بهالطريقة هاي هي أحد الوسائل. والنقطة الثانية اللي هي قوة المضغ القوية اللي أنا بقدر حافظ على صحة المريض. نعم. وبالتالي يعني الموضوع وقت لما نحكي على قوة مضغ أنا عم بحكي على صحة هضمية جيدة للمريض، وبالتالي يعني في صحة عامة. أكيد. فإذا الموضوع بالنسبة لنا هذا الأمر يعني ما بيكون واضح بجيل الشباب كتير، لكن حقيقة بسن الشيخوخة وقت بصير في عندنا يعني عملية المضغ متأثرة، وبالتالي بصير في هبوط بالصحة العامة شديد. نعم. ومتسارع. وهذا الأمر يلي نحن دائما بندعو أنه نحن نحافظ على الصحة من خلال وسائل متاحة علاجية متاحة. وبالتالي يعني أنا ما بدعي بس أنه يكون واحد قدر يعمل زرع وبعدين وقف على الموضوع يا بعمل زرع يا لا، لأن نحن في عنا وسائل، ممكن يكون تعويض متحرك، ممكن يكون تيجان وجسور حسب الحالة. والأفضل أن يكون في زرع وفي ديمومة لهذه الزرعات. يعني أنا إذا بدي أقول هل هي، أنا بيسألونا المرضى أنه طيب هي شد عمر هالزرعة هاي، حقيقة نحن منقول دائما أنه الأسنان الطبيعية اللي ربنا خلقنا فيها نخسرها. ليش؟ هذا السؤال المهم، لأنه نحن منهمل فرشاة الأسنان، منهمل المضمضة، منهمل مراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري. وهذا الأمر حقيقة بقودنا لأنه هالتوجيهات هي أو التوصيات هي اللي بنعطيها نفس الشيء بالزرعات. وبالتالي فيما معناه أنه ليس كل من قام بعملية تعويض أو زرع هو ارتاح من عملية التنظيف اللي هي متعبة للأشخاص المهملين. يعني في ناس هني بطبيعتهم بيعتنوا بصحتهم العامة، بصحة أسنانهم، وبيجوا في ناس لا هني مهملين بالأساس، وبالتالي في عندهم جهود مضاعفة لحتى يقدروا يروحوا باتجاه. صدقني دكتور، بس يبطلوا يستمتعوا بطعمة الأكل ويلاقوا صعوبة بالمضغ حيهتموا أكيد. بالضبط، هي موضوع حالة تذوق بتصير سليمة جيدة بتنظيف الأسنان، حالة جمالية كبيرة، تقدم للمجتمع بشكل كتير كبير، وصحة عامة. فهي أكيد المواضيع مترافقة مع بعضها البعض. أكيد أكيد دكتور، معلومات كتير مهمة اليوم. والأسنان يعني هي بتحس يعني إذا وجعك سنك ما فيك تنامي بالليل، فموضوع الإهمال مشكلة. يعني نحن كتير مفروض ندرب حالنا على هاي القصة بشكل عام، يعني الاهتمام ان احنا نروح على الدكتور اول ما نشعر بشيء. احنا للاسف في ناس كثير بتروح على الحاله الاسعافيه مثل ما بنقول انه انا دكتور ماني خالص. يعني حقيقه اذا بتسمحوا لي انا احكي فكره دكتور. في احد الابحاث عملناها بفترات سابقه جدا، الحكي ب 88 او 87 يمكن، كنت بفتره معيد بالجامعه وعملنا بحث كثير مهم ميداني بين طلاب الاعدادي والثانوي، ودعينا وحطينا بعدين شفنا درسنا الموضوع النخر ورحنا باتجاه انه يكون في مختبر. انا هلا بوجه من خلالكم هالرساله، في مختبر بالمدرسه مغاسل نعلم طلابنا موضوع تفريش الاسنان والاعتناء فيها بشكل جيد. هي ما انا مكلفه على الاطلاق، عباره عن عده مغاسل وحنفيات والفراشه تكون مع أكيد الطلاب.
بس هي الموضوع اللي انا حبيته حتى نكرس عادات مهمه جدا بالنسبه لنا وحقيقه بتجنبنا يعني مبالغ اقتصاديه ضخمه بالمستقبل. هي من كل النواحي رشا اذا بدنا نقول عنايه بالاسنان هي امر مهم، لانه اذا بدنا نقول عن الناحيه الجماليه الاسنان هي يمكن مثل ما بنقول الواجهه، خلينا نقول مثل ما بنحكي بالعاميه. واي وجه بصيب بيمتد يعني لاشياء ثانيه يعني هو يعني تماما اكيد تماماً. لشغلات اسوء من هيك. دكتورنا نشكر حضورك لليوم ونورت صباحنا، معلومات اكيد كثير مهمه. الدكتور ابراهيم تركماني حضرتك استاذ في كليه طب الاسنان بجامعه الباحث، اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا. كل الشكر لك دكتور. شكرا لك. شكرا.